السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم حبايب الصغيرين جريد فور، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة معدنا مع مراجعة او امتحان صغير كده لمادة الاي سي تي، امتحان شهر مارس. فيلا بينا نبدأ. نمبر 1، enable anyone to build. قبل ما نبدأ حبيت افكركم بس ان احنا صحيح ما شرحناش او ما كملناش شرح المنهج، بس جريد 5 اف جريد 4 هتلاقوا ان شاء الله في وصف الفيديو اللي احنا بنشرحه دلوقتي رابط لشرح المنهج كله على القناة بتاع السنة اللي فاتت من كتاب بني، هو نفس الكتاب بنفس الشرح بتاع السنة دي. هسيب لكم رابط القائمة أو البلاي ليست اللي عندي بتاعة كتاب بني بتاع السنة اللي فاتت مشروح بالتفصيل مع حل الأسئلة ورا كل لسون. تمام؟ يلا بينا نكمل. نمبر 1، في حاجة enables anyone to build smart and beautiful map. إيه اللي بيساعدنا إن نحن نقدر نبني beautiful map أو خرائط تكون ذكية وجميلة؟ طبعا ده application اسمه Map Maker Interactive. Map Maker Interactive من الاسم بتاعه انا بقدر ايه؟ انا بقدر اجاوب ان انا ابني map من Map Maker Interactive. Number 2، not can provide virtual lesson. Virtual lessons يعني lessons او دروس تكون غير واقعية عن طريق الانترنت مثلا، with online learning مع التعليم عن طريق الانترنت. طبعا دي المنصة المشهورة اللي اسمها ادمودو. طب اما الفلابي؟ لا، فلابي ده انا بعمل اكسبيرمنت التجارب بتاعة مادة الساينس. نمبر 3، always written and verified by experts. ايه الحاجة اللي بتبقى مكتوبة ومؤكدة من جانب الخبراء؟ هل reliable source ولا inaccurate حاجة غير دقيقة، ولا الـ unreliable sources ولا المصادر الغير موثوقة؟ طبعا expert يعني خبرة و verified يعني مؤكدة، فأكيد هتكون الـ reliable source. Number 4، social media sites، المواقع اللي بتكون social media أو التواصل الاجتماعي such as mean. طبعا حاجة مشهورة جدا، ايه هي؟ الفيسبوك. الفيسبوك من السوشيال ميديا، ودايما لازم تعرفوا ان السوشيال ميديا دايما بيكون عليها اوبينيون اراء، وبتكون اغلبها ايرورز فيها اخطاء. نمبر 5، when the information is urgent يعني حاجه ملحه طارئه لازم يكون في ريسبونس استجابه. It is preferable to use، المفروض ان انا استخدم ايه؟ حد يرد عليا بسرعه، فده يبقى communication synchronized يعني تواصل فوري أو تواصل سريع. Number 6، communication is suitable between people who don't know each other. إيه التواصل اللي يكون مناسب ما بين الناس don't know each other، ما بيعرفوش بعضهم. ما بيعرفوش بعضهم يبقى التواصل هيكون uniform يعني هيكون رسمي، فده ما هيكون رسمي يبقى هيكون asynchronous. Number 7، Gotham Shop has worked as A. بيشتغل A كوتوم شادة، بيشتغل IT specialist. IT specialist. Number 8، Gotham Shah is the founder of National Geographic ولا Internet Elephant. طبعا هو مهتم بالحياة الطبيعية فبشغال في الانترنت of elephants. Number 9، is protecting animal in their natural habitats. ايه اللي بيحمي الحيوانات في البيئة الطبيعية بتاعتهم؟ طبعا هل augmented reality ولا wildlife conservation؟ طبعا wildlife conservation. تمام؟ هما الايه augmented reality وهي مهمة جدا، ده كأنه بيديك صورة او كأنك بتتفرج على الحيوانات على الانترنت وهي كأنك عايش معاها، كأنك بيديك ايه تخيل ازاي الحيوانات او الانيمالز دي ايه عايشة، اسمه ايه؟ augmented reality. Number 10، the first step، اول خطوة in problem solving is انك انت تحل اي مشكلة لازم الاول تفرض
حلول للمشكلة، فاسمها ايه بقى؟ اسمها هيبوسيسيس. هيبوسيسيس ده اول حاجة في حل مين المشكلة، انك تتعرف عليها وتفرض لها ايه حلول. نمبر 11 the last step، اخر خطوة in organizing a trip. لو انت عايز تعمل رحلة ايه اخر خطوة عندك؟ making a list of the rules، deciding the location، selecting the trip. اكيد اخر خطوة ان انا احط قواعد الناس كلها تمشي عليها، بعد ما اكون حددت مكان الرحلة ومين هيطلع ومين واختار اليوم، وده كله اخر حاجة احط مين الرولز. نمبر 12 مايكروسوفت 365 باكج كونتين، بتحتوي على ال MSA وورد. نمبر 13 the amount of empty space between the edge of the poster is called، طبعا ال edge او الحواف زي كده، ده اسمه edge وده اسمه edge، فده اسمه مارجن. اسمه ايه؟ مارجن. نمبر 14 books articles and newspaper are example of، طبعا دول كلهم تبع برينتس او المطبوعات. نمبر 15 هو اخر سؤال عندنا، نوت از ريليبل سورس، هو مصدر ريليبل يعني موثوق، المعلومات اللي عليه كوركتد صحيحه، of information on the internet، طبعا هو AKB او Egyptian Knowledge Bank. وبكده grade 4 حبايب الصغيرين نكون خلصنا الامتحان البسيط بتاعنا. يلا باي باي.